ازاي نحمر السمك البربوني في قلب الزيت، والسمك ده بينافس دايما الجمبري في التحمير. ناكله كريسب بقى ويطلع من الزيت كده كريسب ولطيف، بيقرمش، ياخد طشة لطيفة عبارة عن خل وتوم وشوية كزبرة، ويتحمروا في قلب الزيت، ياخد عصرة ليمون بمجرد خروجه من الزيت. تعالوا شوف تعملوا مع بعض ازاي. المقادير على الشاشة. بربوني حجم كبير حجم صغير، المهم تكون السمكة نظيفة بطنها زي الفل، ونشيل الصدفة اللي موجودة على الوش. السمك يميل للون الاحمرار يعني اللون الفسفوري قبل ما يتحمر، ومعانا كمان توم وعصرة ليمون، التوابل بتاعتنا خردل اللي هو المستردة، وملح وفلفل، وما ننساش طبعا في التوابل بتاعتنا مهم جدا شوية الشمر الناعمين اللي بيحبهم السمك دايما في التتبيلة. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي سريعا كده، علشان محتاجين نحط البربوني ده في قلب الدقيق لمدة 15 دقيقة تقريبا علشان يشيل من التغليفة والخلطة. ولكن حذاري انك تحط زيت في تتبيلة السمك ايا كان، هو بتقلي بربوني، بتقلي بولتي، بتقلي جمبري، بتقلي أمور، اوعى تحط اي مادة دهنية، لا زيت ولا زبدة. شايفين انا عملت ايه دلوقتي؟ حطيت البهارات بتاعتنا، بهارات يابسة مطحونة تشتريها من عند العطار. ونصيحة مني ما تقولوش هات بهارات سمك. يعني أنا ساعات أقف عند العطار وأسمع مثلا إخواتنا وأمهاتنا وربنا يديهم الصحة يا رب، طبعا بيسلموا عليا ازيك يا شيف وبتاع، فهي الست بتفرد بقى في المحل وتشتري، تقول له النبي اديني ربع كيلو بهارات سمك. باجي واقف جنبها كده أقول لها يا حاجة، لما أنت تاخد بهارات السمك دلوقتي، وأم سعد وأم محمود وأم إبراهيم تاخد بهارات السمك، ما إحنا كلنا هيبقى طعم واحد، يبقى أنت فين طعمك هنا وفين التيست؟ ما تقولوا له اديني كزبره واديني كمون واديني شمر واديني بهارات، وتروحي على البيت تعملي تركيبه التوابل بتاعه السمك. ايه تركيبه التوابل السمك؟ انا عملت كده حته كريمه حلوه اهيت، مخرجنا الجميل فاروق، شفت الخلطه ديت؟ هي دي اهي. السر في دي بقى هو دي اهو، اهي معايا اهي، ابص عليها كده اهو اهي، واخد من التتبيله دي يا عم الشيف، دايما اعمليها وخليها في الثلاجه عندك اهو، واملى ايه ظهر السمكيه كده وبطن السمكيه بالخلطه دي. الكلام ده مع البولتي مع البوري، دايما البربوني احنا عارفين السمكه دي، نفتح ظهرها كده وناخد من الخلطه دي يا عم الشيف ونحط هنا كده اهو، وعلى فين عدي ايه تاني مع بعض اهو، بطن السمكيه عند الخياشيم نحط فيها الخلطه الفسفوريه دي او الخلطه الذهبيه. ايه الخلطه الذهبيه دي يا عم الشيف؟ عباره عن توم، شمر ناعم، زعتر، بابريكا اللي هي الفلفله الحلوه، حلو الكلام، شويه كمون، شويه كزبره، شويه كركم، معلقه مستردة تبقى حلوه، واجي على السمك كده بنفس الطريقه اللي انا شغال بيها اهو. الكلام ده يمشي مع البربوني بس يا عم الشيف، يمشي مع البربوني، يمشي مع البولتي، يمشي مع اي نوع سمك انت عايزه تحمريه بنفس الخلطه دي. طب انا كل ما اجي اعمل سمك يا شيف مغاز اعمل الخلطه دي؟ لا، هات برطمان حلو كده، كنت جايب عسل قبل كده او عندك صلصه طماطم، برطمانات في البيت كتيره اكيد يعني، وتغسليه كويس وتنشفيه وتيجي عامله الخلطه دي وحطها في التلاجه. بس حذاري وبحذرك انك ما تحطيش معاها اي ماده دهنيه، لا زبده ولا زيت. ليه يا مغازي؟ لانك لو حطيت زبده وزيت الخلطه دي هتسم السمكيه وتجري في قلب الزيت، ويبقى شكلنا وحش في الزيت، طبعا لونه اتغير وكمان السمك سام من الخلطه بتاعتي. هي كده، واحطه في قلب الدقيق بالشكل ده كده اهو، واسيبه شويه يطلع من الدقيق. الشيف المغازي دايما يقول لك رش الميه ايه بقلاوه قرمشه مش عداوه، واسيبه في قلب الدقيق كده يا عم الشيف شويه، حلو الكلام. تعالوا نطلع البربوني بتاعنا اللي هنحمره دلوقتي سريعا عشان نحطه في قلب الزيت. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ سمكه البربوني طالعه كده بيضه، الخلطه جوه، في النغاشيش بتاعتها في ظهرها. دايما السمك المقليات سواء بربوني سواء بولتي سواء جمبري، دايما رشه الميه يا ام مالكه بتخلي السمك معاكي والخلطه تثبت كده. ربنا يثبت قولنا على الحق اهو، شايفين الجبال؟ هو ده على الزيت، درجه حراره الزيت هنا 180 اهو، والطاسه بتاعتك تكون نازله كده اهو بالشكل ده كده. عينيا يا فندم، هطلعه حالا دلوقتي سمك البربوني بتاعنا اللطيف الحلو. تعالوا نطلعه من قلب الزيت، مهم جدا
وانا بطلع المقليات بالذات ما نغطيهاش، ممكن نحط تحتها بقدونس زي الحاتي، نحط جرجير مع سي فود لطيف وحلو تحت المقليات، نحط خس حسب الرغبه. حلو الكلام، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، سامعين الصوت بتاع القرمشه؟ سمكه البربوني طالعه من الزيت بتتكلم مصر، تتبيله جوه ما بين ظهر السمكه وما بين خياشيم السمكه. ولا كلمه للزيت. اللهم صل على النبي. على فين، على فين؟ هنا الف هنا وشفا. حلو، مهم جدا بقى، عايز اقول حاجه، لما تيجي تعملي اكله السمك تحط في الاعتبار دايما الطعم يكون مختلف بتتبيلتك انت، يعني ما تشتريش من عند العطار وتقولوا له توابل السمك زي ما قلت في بدايه الحلقه، تعملي خلطه توابل السمك من بين اصابع ايدك انت طبعا حسب نوعيه السمك. مطبخنا النهارده